السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شركة اسمها ACCA عاملة برامج بيم كتيرة، فيهم برامج كتيرة مجانية وفي برامج فيهم تقدر تنزلها كنسخة تجريبية ولو عجبتك تقدر تشتريها. عندنا مثلا هنا IFC Viewer تقدر تسطبه عندك على الكمبيوتر بتاعك، وعندنا USB بتقدر ان انت ترفع الموديل وتقدر ان انت تشغل بيه اونلاين وتشوفه زي ما انت عايز. فلو احنا هنسطبه IFC File Viewer، وهنا لو احنا هنشتغل على البيم فيور، وعندي هنا في الاكسبلورر هتلاقي هنا برامج كتيرة فري بيم. ده مثلا البيم فيور، عندنا بوينت كلاود لو عندك بوينت كلاود وعايز ترفعه وتشوفه اونلاين، وعندنا فيدريشن موديل تقدر تجمع الموديل بتاعتك، وفي البيم جي اي اس، وعندنا ملف البي سي اف ده اللي بقى فيه الكومنتات، يعني بتحط الكومنتات في ملف في مساحة صغيرة بحيث ان انت بدل ما تحط كومنتات على الموديل الكبير مثلا مساحته 1 جيجا وتبعته، لا ممكن تبعت الكومنتات لوحدها. وعندنا اللايبراري، وعندنا البي او كيو، وممكن ندوس هنا على اول فري بيم. فدي كلها برامج مجانية تقدر انت تشتغل عليها بدون امشي خالص. تقدر انت تشوف الموديل بتاعك ريفيت واوتوكاد وسكتش اب زي ما انت عايز من اللي هو اوبن بيم. طيب انا هقول له جيت ستارت، انا عامل حساب من زمان ففعله، ده مشروع كنت شغال عليه زمان. ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز افتح مثلا الملف دوت. هو بيديك مساحة 10 جيجا دي المجاني، تمام. تقدر مثلا تيجي تقول له انا عايز افتح الملف المعماري، فيبدأ ان هو يفتحه لك اونلاين. ده الموديل اهوت، المشروع اهوت. تقدر تعمل عليه سيلكت، تقدر تعرف كل المعلومات اللي انت عايزها، تقدر انت تقيس، تعمل سيكشن 3D. كل الامكانيات دي موجوده بسهوله جدا تقدر تشتغل عليها. طيب لو جيت هنا في الابليكيشن هتلاقي ان في مثلا شات مع التيم بتاعك، تقدر انت تعملوا شات مع بعض، تقدروا تعملوا ميتنج مع بعض زي زوم كده. فعندنا امكانيات كتير جدا، كل دي تقدر نستخدمها لتنسيق الشغل بين التيم. يعني مثلا في كالندر تقدر تحط مثلا عندنا اجتماع يوم كذا، فتقدر انت تحدد الميعاد. فعندنا تولز كتيرة موجودة مع الموقع دوت لتنظيم سير العمل. دي مثلا الكاليندر، هنلاقي عندنا حاجات خاصة مثلا ب اللايبراري، فبيجيب لي بقى المكتبات. ممكن يكون انت عامل مكتبة كريت لايبراري، ممكن حد من الشركة عندك عامل لايبراري، هو هنا متاح المكتبة العامة بتاعتهم، فاقول له اكسس لايبراري وادخل على المكتبة بتاعتهم اشوف ايه اللي مناسب ليا وايه اهمله معايا. انت مثلا عايز جلاسز، عايز 3D ماتيريال، عايز دورز، اختار بقى المكتبة اللي انت عايزها. تقدر تشوفها في 3D، تقدر تعملها داونلود، تقدر تعملها كوبي. طيب خلينا نعملها داونلود نشوفها هتنزل بامتداد دي. ظهر بامتداد غريب اسمه بي او ال، ده خاص بالبرنامج. طيب الكالندر شفناها، تعال بقى نشوف ايه البرامج المجانية اللي هنا. الفيور تقدر تسطبه عندك، في البوينت كلاود، تمام. ده شكله حتى بوينت كلاود، هو حد عامل ليزر سكان، فتقدر ترفع البوينت كلاود وتشوفه على الموقع اونلاين. هنا بيربط بين البيم والجي اي اس، تمام. فدي فكره كويسه لو احنا عايزين نربط بشكل سهل جدا بين الجي اي اس والبيم. عندنا لقينا موقع اهو بسيط يقدر يعمل لنا الموضوع دوت. بنحدد المكان ونبدا نضيف البيم في المكان بالظبط اللي فيه المشروع.
وعندنا ملفات البي اس اف عشان نبعت لبعض المشاكل الموجودة ونقدر ان احنا نتعاون في حل المشاكل. اي مشاكل زي كده يقدر ان احنا نحدد المكان بتاعها بملف بي اس اف بسيط خالص. اللايبراري ده خاص بالكوانتيتي سيرفينج اند كوست استيميتنج، يقدر يعمل لنا الحصر للملفات اللي احنا هنرفعها. وعنده كومن داتا انفايرمنت اللي هو السي دي اي، دي من اهم الحاجات في البيم ميثودولوجي، اللي هو ان احنا نشتغل كلنا مع بعض زي ما بيقول ايزو 19650 والاوبن بيم. فلو احنا عايزين نشتغل ستاندرد كويس، ده من ضمن البدائل اللي موجودة اللي انت تقدر تعتمد عليها بسعر يكون قليل ان شاء الله. تمام. طبعا هم عندهم زي ما انت شايف برامج كتيرة مختلفة، تقدر انت بقى تجرب وتشوف ايه الحاجة اللي مناسبة ليك. في حاجات خاصة بالريسولفر مانجمنت كونستراكشن سايت بروبلم، محلات المشاكل. في حاجات خاصة بالفاسيلتي مانجمنت، في حاجات خاصة بالبلان اي اي يحولك ال 2 دي ل 3 دي. ده الفاسيلتي مانجمنت اهوت. وده يحولك ال 2 دي ل 3 دي اوتوميشن ويعمل لك الحصر. طبعا كلهم بيسلموا لبعض لان هم كلهم نفس الشركة. طيب تعال نشوف الاسعار عندهم عاملة ازاي. في عندهم سبسكرايب تقدر انت تشترك، او بدأ يقولك ان في مثلا الريال تايم ريندر ده كل شهر مثلا بخمسة، اعتقد ده اليورو. هنا في البلوكتشين، دي الاسعار بتاعتهم. information delivery specification، في حاجات تتشكر عشان تتأكد من الموديل بتاعك سليم، لكن صراحة السعر غالي. وفي ملف اللي هو الـ Building Smart Data Dictionary على أساس نوحد الكلمات ويبقى فيه زي قاموس كده بين المصطلحات. عندنا في USBIM Compare، ده خاص بالكلاشات في الموديل، هو بيقول ان هو فري. خلاص نسطبه ونشوف. اي حاجة فري ما عنديش مشكلة فيها يعني، الحمد لله. طيب لو كده ممكن نبقى نسجل عنده فيديو خاص بالكلاش. ده بيقول لي 30 يوم وبعد كده خلاص بقى مش هينفع. التشيكر، الفاسيلتي مانجمنت، يعني عجباني الفكرة دي ان انا عندي مساحة واقدر احط المشروع واقدر ان انا اشاركه مع الاخرين، فدي ممكن استخدمها فعلا بشكل قوي مع المشاريع الصغيرة. طيب اتمنى الموقع يعجبكم، ولو في اي مواقع جميلة زي كده ياريت تكتبولنا في الكومنتات.